السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. أكبر وأقوى 10 رافعات في العالم. ما هي أكبر وأقوى رافعة في العالم؟ كي تعرف ما هي، عليك أن تراعي العديد من العوامل. أول شيء يحكم من خلاله الإنسان العادي الغير متخصص هو ارتفاع الرافعة. رافعة الأبراج هي أكثر الرافعات ارتفاعاً. الارتفاع هو أول ما تقع عليه أعيننا، لكن ليس هو كل شيء، هو فقط أحد العوامل. فإذا كنا نريد أن نحدد قوة الرافعة، علينا أولاً مراعاة الوزن الذي تستطيع حمله هذه الرافعة. ليس من السهل المقارنة بين أنواع الرافعات بسبب وجود العديد من أنواع الرافعات المختلفة، بداية من الرافعات البرجية إلى الرافعات المتحركة والرافعات المينائية والجسرية وغيرها. إذا أردت أن تتحدث عن الرافعات، لا بد أن تعرف لأي غرض تريد أن تستخدمها به. سنعرض لك الآن قائمة من 10 رافعات لنحدد الرافع الأقوى في كل مجال. الرافعة المتحركة، هذه هي رافعة أخرى من أقوى رافعات العالم. على الرغم من أنها تبدو ليست بقوة السابقات، إلا أن الكثيرين شاهدوا بقوة هذه الرافعة، حيث تحتوي الرافعة على الذراع المتحرك الأطول في العالم، والذي يصل طوله إلى 100 متر، ويمكنها رفع حتى 1200 طن. تسير الرافعة على الطرقات، حيث أنها تتمتع بقوة هائلة، حيث تحتوي على موتور 6 سلندر وتسير بقوة 80 حصان. ليبر الار 1300 هي أقوى رافعة في العالم. تستخدم هذه الرافعة في محطات الطاقة النووية التي تحتاج لنقل الأوزان الثقيلة، حيث تحتوي هذه الرافعة على 3 أذرع تصل قوة الرافعة الكلية إلى 3000 طن، قادرة على حملها لارتفاع 150 متر. صرحت الشركة المصنعة لها أنها ليست فقط رافعة قوية، بل هي 3 رافعات في رافعة واحدة. تصل القوة القصوى لكل رافعة منهم 1400 طن يتم تحريكهم لمسافات قريبة منها. الرافعة البرجية، كي تقوم ببناء ناطحة السحاب الأكثر ارتفاعا في العالم، ستحتاج للرافعة الأكثر ارتفاعا في العالم. يوجد بعض ناطحات السحاب التي وصل ارتفاعها إلى 1.5 كيلومتر، فكان لابد من استخدام الرافعات التي تستطيع بلوغ نفس ارتفاع المبنى. توجد أكبر ناطحة سحاب في العالم في شمال السعودية. لم يكن يوجد رافعات تصل لهذا الارتفاع حتى قام المهندس الألماني ليبيه بتصميم رافعة صممت خصيصا كي تصل لارتفاع هذا المبنى. قبل ذلك كان يستخدم عدة رافعات، كل واحدة منهم تصل لارتفاع 350 متر، لكن هذه الرافعة تصل لارتفاع المبنى بسرعة شديدة، حيث يمكنها الرفع لمسافة 44 متر في الدقيقة. هذه الرافعة هي أكثر الرافعات أمانا وقدرة على الارتفاع لهذه المسافات. BJ 1250 EFRD هي الرافعة الأرضية الأقوى في العالم. يتم استخدام هذه الرافعة في العديد من المحطات النووية، حيث تصل قدرة هذه الرافعة على حمل أوزان تصل ل750,000 طن. الرافعة الضخمة كوموكس كارفي، تتميز هذه الرافعة
بحجمها وقوتها، وتعتبر مزارا سياحيا حيث تجذب العديد من السياح لمشاهدتها. يبلغ ارتفاع الرافعة 500 متر. تم تأسيس هذه الرافعة المينائية في عام 1974، لكن تم البدء في استخدامها في عام 2002. يمكنها أن ترفع أوزان حتى 1500 كيلوغرام لمسافة أقصاها 700 متر. يمكن ألا تكون كوموكس أفضل رافعة في العالم، لكن بالطبع هي الأفضل في بلدها. سايبم 7000. تعتبر سايبم هي ثاني أكبر قارب في العالم، حيث تصل قدرتها لرفع 14000 طن لارتفاع 42 متر. تحتوي سايبم على رافعتين، قدرة كل رافعة منهم 700 طن. نالت شهرة كبيرة بتحطيمها الرقم القياسي العالمي في رفع الأثقال في عام 2002. تستخدم سايبم في المحطات النووية البحرية في البحر المتوسط، كما تستخدم في عمليات استخراج الغاز الطبيعي في روسيا وتركيا، حيث يمكنها الوصول لعمق 2150 متر في البحر الميت. حطمت سايبم رقم قياسي آخر في عام 2010، حيث تمكنت من الحركة بحمولة وزنها 60011 طن في مناطق مياه ديناميكية. السعر المحدد لسايبم 400 مليون دولار. SSCV ثيالف. أكبر قارب رافعة في العالم بطول 200 متر وارتفاع 88 متر. هي أكبر رافعة قاربية في العالم. هي رافعة شبه غاطسة تم تصنيعها في عام 1985. تصل قدرة الرافعة لرفع 14200 طن لأكثر من 30 متر. هي أكثر الرافعات البحرية المتنقلة ارتفاعا. تحتوي على رافعتين تصل قدرة الواحدة 7000 طن. تحركت الرافعة في عام 2002 بحمولة 1800 طن من المنتجات البترولية. تتميز الرافعة بقدرتها على التحرك في المياه رغم كل التغيرات والظروف. تايسون. ليست كل الرافعات كبعضها البعض. بعضهم أكثر ارتفاعا، بعضهم أقوى، البعض أكبر حجما، والبعض الآخر متحرك أو ثابت. ليس من السهل أن تقارن بينهم، لكن بالتأكيد عندما نتحدث عن الرافعة البحرية تايسون ستكون هي الأقوى. هي أكبر رافعة جسرية في العالم، حيث أنها قادرة على حمل 2000 طن. الرافعة تايسون تنال احترام جميع أنحاء العالم. إيسيان هيركوليس 2. تم إنشاء هذه الرافعة في عام 1997. تم تصنيعها في سنغافورة، لكنها استخدمت بعد ذلك في جميع أنحاء العالم، ونالت شهرة كبيرة حين استخدمت في عام 2002 لاستخراج السفينة البلغارية MV ثلاثية الألوان الغارقة في القناة الإنجليزية، والتي تم تقطيعها في المياه حتى يمكن استخراجها. في اليوم الأول كانت تعمل إيسيان فقط على استخراجها، لكن في اليوم الثاني انضمت لها رافعتان آخرتان، وتم استخراج السفينة الغارقة على عمق 190 متر تحت الماء من نفس مكان سقوطها. سامسون أنجولياس. هما رافعتان عظيمتان في أيرلندا، يعتبر من أهم معالم البلد. تصل قدرة كل منهما إلى رفع 840 كيلو متر لارتفاع 70 متر. تستخدم هذه الرافعات لتحريك أجسام السفن، فبواسطة هذه الرافعة يمكنك إطلاق أكبر السفن بكل سهولة في البحر.
هذا كل شيء، نتمنى أن تنال القناة إعجابكم، لا تحرمونا من الاشتراك.